سرعة الضوء تساوي 3 ضرب 10^8 متر في الثانية، فإذا استورق 5 ضرب 10 تربيع أو 5 ضرب 100 أو كيفما أردت اعتبارها ثواني ليعبر الضوء من الشمس للأرض، فما هي المسافة بالأمتار بين الشمس والأرض؟ عبر عن إجابتك بالصيغة العلمية. إذن هذه المسافة بسيطة وتساوي المعدل ضرب الزمن، المسافة تساوي المعدل ضرب الزمن، وأعتقد أن الهدف من المسألة هو اختبار مقدرتنا على التعامل مع الأعداد بالصيغة العلمية. إذن ما هو المعدل هنا؟ ما هي سرعة الشيء في هذه المسألة؟ حسناً، إن المعطى لنا هو أن سرعة الضوء تساوي 3 ضرب 10^8 متر في الثانية، إذن يمكننا أن نكتب هذا المعدل يساوي 3 ضرب 10^8 متر في الثانية. وما هو الزمن؟ أعطينا أن الضوء يستغرق 5 ضرب 10 تربيع ثواني حتى ينتقل الضوء من الشمس إلى الأرض، إذن هذا هو الزمن. الزمن سيكون 5 ضرب 10 تربيع، 5 ضرب 10 تربيع ثواني حتى ينتقل الضوء من الشمس إلى الأرض. ومن ثم ما هي المسافة بالأمتار؟ إذن سأخذ حاصل ضرب هذان، أي أن المسافة ستكون عبارة عن حاصل ضرب 3 ضرب 10^8 و5 ضرب 10 تربيع. الآن الشيء الممتع في الصيغة العلمية أنه يمكنك أن تغير ترتيب الأعداد التي تأخذ ناتجها، لأن هذه خاصية من خواص عملية الضرب، فإذا كان لدينا مجموعة من الأعداد مضروبة ببعضها في هذه الحالة الترتيب لا يهم، ولذلك يمكننا أن نعيد كتابة هذا كالتالي: 3 ضرب 5، سأحاول أن أبقي على الألوان نفسها، 3 ضرب 5 ضرب 10^8 ضرب 10 تربيع. والآن لنرى ماذا سيحدث للوحدات. لدينا متر لكل ثانية ضرب ثواني، ثانية في البسط وثانية في المقام، فيتم حذفهم ويتبقى متر فقط، وهذا جيد لأننا نريد الإجابة أن تكون بوحدة الأمتار، فالمسافة بين الشمس والأرض تقاس بالمتر، فكم ستكون؟ لدينا إذن 3 ضرب 5 يساوي 15، ومن ثم لدينا الناتج السابق مضروبا ب 10^8 ضرب 10 تربيع، وتساوي 10^8 زائد 2، أي 10^10. إذا المسافة تساوي 15 ضرب 10^10 متر. الآن يمكن أن تقول أنك قد أتممت الحل وانتهيت، هذه هي المسافة وتبدو وكأنها بصيغة علمية، فلدينا عدد ما ضرب عدد مرفوع للقوة 10، لكن تذكر إذا أردت أن تكون إجابتك بصيغة علمية رسميا فيجب أن يكون هذا العدد أقل من 10، ومن الواضح أن الإجابة التي كتبتها ليست أقل من 10، إذن كيف يمكن أن نكتبها؟ حسناً، ما هي 15؟ 15 هي 1.5 ضرب 10، إذن يمكن أن نكتب 15 على هذا النحو، 1.5 ضرب 10، ومن ثم نضرب العدد بعشرة للقوة 10، 10^10، وبالطبع تكون الوحدة هي المتر. والآن نحن قريبون، لدينا 1.5 ضرب 10، أو يمكن اعتبارها على أنها 1.5 ضرب 10^1 ضرب 10^10، ومن ثم لدينا 10^1 ضرب 10^10، هذا يساوي 10^11. 10^11، إذن المسافة الكلية من الشمس إلى الأرض هي بالصيغة العلمية هي 1.5 ضرب هذه، أي 10^11 متر.